السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. عندي قناعة قديمة من طول متابعة ورصد وتأمل أن المنتمين والمتأثرين بأفكار الجماعات والأحزاب أو المنضمين لها هو مشروع خائن لوطنه وأهله وبلده، قد تتهيأ له الظروف والاستعداد النفسي والأجواء المحيطة فيعلن، وقد لا يتهيأ له فيسرها في نفسه ولم يبدها لهم، لكنه يبقى مشارك متحمس في كل حملة أو استنقاص لبلده بصورة مباشرة أو صورة غير مباشرة، وفي كل ريح معادية لبلده أو أكاذيب ملفقة ستجده قطعا أول الحاملين لها والناشرين لها، وما أن تنتهي حملة حتى يكون مستعد لتقبل حملة ثانية أو ثالثة وهكذا. فالألسن مغاريف القلوب. وخلونا نقف مع نوعية غريبة ممن يسمون معارضة، وإنك لتعجب منهم كيف يعمي الله العيون ويختم على القلوب. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك، كما أن ضغطك لزر اللايك لا يضرك وينفعنا، كما يسرني نشرك لهذه الحلقة لمن تهم هذه المواضيع، ويسرني أيضا تواصلك على حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وعلى السناب، وتجد روابطها في الأسفل. وكما عودناكم بسم الله نبدأ. قد يسأل البعض ما سبب كثرة من يسمون معارضة سعودية، وكل شوي طالعنا واحد وطالع لنا شكل، إيش السالفة؟ السالفة يا عزيزي هي اسم بلدك، فهذا الاسم كفيل أن تتحفز له وسائل الإعلام والمنظمات وتشرائب له الأعناق. في وقت سابق هربت فتاة سعودية عابثة، فاستقبلت الدول الغربية استقبال الفاتحين وعلى أعلى المستويات الرسمية والإعلامية، وأفردت لها صفحات في الصحف وبرامج في القنوات. في نفس هذا الوقت هرب فتيات كثيرات من بلادهن، فما سمع بهن أحد ولا اهتم لهن أحد، بل النساء في بلادهم تغتصب وتنتهك وتحمل سفاحا ولا أحد اهتم ولا حتى فكر. إن كل قضية أو تصريح أو إنجاز أو حتى إخفاق سعودي أو حتى قضية داخلية هي محور اهتمام ويتداولها العالم ويتسامع بها الناس، من مزارعي الشاهي في أندونيسيا إلى صياد السمك على البحر المتوسط. ولذلك تجد أن ما يسمى معارضة لهذه الدولة هو محل إغراء ودعم مالي وإعلامي كبير من دول كبيرة ومن دول صغيرة جدا، بل تقمص أشخاص غير سعوديين شخصية السعوديين وأقحموا أنفسهم في قضايانا بحثا عن الشهرة والدعم والمال. وخلونا نبدأ موضوعنا. ماجد بن عبد الله بن محمد آل مسلم شاب سعودي تأثر مثل ما تأثر غيره بفتنة ما يسمى الربيع العربي والحملات الإعلامية الضخمة بعد عام 2011 وصراخ وضجيج دعاة الإخوان والسرورية الذي كان يصم الآذان ويغلق منافذ التفكير، والذي نجا من فتنة الربيع العربي نجا من فتنة عظيمة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجية. خرج في مقطع سابق يشرح كيف شارك في اعتصام ميدان رابعة العدوية في مصر وكيف أصيب فيه. فما تملكت نفسي أني أروح أعتصم مع المسلمين في ميدان رابعة العدوية في صباح 14/8/2013. كنت خارج الاعتصام أشتري فطور وشفت عشرات المدرعات داخلة من ناحية عباس العقاد وطريق النصر. رجعت بسرعة ودخلت من خلف طيبة مول. وسط إطلاق الشرطة الكثيف للنار والغاز المسيل للدموع، الشرطة كانت تطلق خرطوش أصابني في أماكن متفرقة من جسدي، أخطرها هنا بجوار العين وما زالت الشظية في مكانها. استمرت مناظر القتل في هذه الجريمة ضد الإنسانية حتى وصبت بخرطوش عند حاجز من الركام بنيناه لحمايتنا وحماية النساء والأطفال وراءنا. كان هذا تقريبا عند سور المرور من ناحية المدرسة بالتمام، على يعني الساعة 11 أو 12 الظهر. ثم ظهر في صورة الله، وانتبه للتاريخ، في عام 2015 في الاستاد الرياضي في مدينة جدة وفي إحدى مباريات نادي الاتحاد السعودي، وقد حمل لافتة مكتوب عليها لا لقصف المسلمين، وهو يقصد عاصفة الحزم التي بدأت في تلك السنة ضد أذناب إيران من جماعة الحوثي بعد أن كادت إيران أن تستولي على اليمن من شماله إلى جنوبه، ولولا لطف الله ثم عاصفة الحزم لتم لهم ذلك. ومكتوب أيضا في هذه اللافتة فك العاني، وهي حملة ضخمة أطلقها دعاة الإخوان
الأمان والسرورية لإطلاق سراح المنتمين لتنظيم القاعدة ممن شارك في عمليات القتل في شوارع الرياض والشرقية وفي غيرها من مدن المملكة. وللمعلومية بعض من أطلق سراحهم من أعضاء تنظيم القاعدة عادوا للإرهاب، بل بعضهم فجر نفسه في بيوت الله. تم إيقاف هذا الرجل لمدة سنتين، ثم أطلق سراحه في عام 2018. بعدها فر هاربا إلى اليمن وتوجه إلى صنعاء دون أن يعلم به أحد ولا إلى أين اتجه. استقبله الحوثيون في صنعاء وأحسنوا استقباله بعد أن تأكدوا من شخصيته وأنه ليس جاسوس أو مدسوس عليهم، وأكرموه غاية الإكرام ليس لسواد عيونه بل للهدف الذي جاء من أجله. وفر له الحوثيون منزلا خاصا به وخط هاتف واتصال بالشبكة وأجهزة كمبيوتر ومبالغ مالية له. ومن صنعاء بدأ ببث المقاطع تحريضا على بلاده. استمر على هذا الوضع تقريبا 4 سنوات، لم يكن أحد يعلم من أين يبث، بل بعضهم كان يروج لمقاطعه بأنه كان يبث داخل السعودية، وكانت بعض التعليقات والترويج لمقاطعه تأتي في عبارات أمثال بطل من بلاد الحرمين يتحدى سلطة بن سلمان ويقول الحق من داخل السعودية، أو كعبارات من أمثال من وسط السعودية سعودي يتحدى حكومة آل سعود، أو غيرها من العبارات التي تخدع السذج والبلهاء وبسطاء العقول. وفي الواقع كان يبث من صنعاء بجوار عباد الحسين والطاعنين في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباد الأضرحة والقبور. استمر على هذا الوضع تقريبا 4 سنوات، لم يكن أحد يعلم من أين يبث، بل سعد الفقيه قالها صراحة في إحدى تعليقاته، قال أنه لما كان يتواصل معه عبر الشبكة العنكبوتية كان يقول له أنه في مكان آمن. بعدها خرج هذا الرجل في مقطع فيديو صريح قال فيه صراحة أنه في صنعاء وبحماية جماعة الحوثي. المضحك أنه في المقطع الذي ظهر فيه يعلن أنه في صنعاء طالب بمناظرة الحوثيين حول عقيدتهم وحول مذهبهم الاثنى عشري، بل بدأ ينتقد بعض المظاهر التي يفعلها الحوثيون في شوارع صنعاء من الاستيلاء على مساجد المسلمين ونشر مذهبهم الباطل بين أبناء المسلمين. بالله وش كان يتوقع أن يجد عند الحوثي لما هرب إليه؟ وهل كان علماء الإسلام خلال القرون الماضية وهم يؤلفون في الفرق والملل والنحل ويبينون عقائدها، هل كانوا يمزحون أو كانوا يلعبون؟ بل عاصفة الحزم التي انطلقت والتي رفع هو لافتة في ملعب جدة ينتقدها ما قامت إلا لحماية أهل الإسلام من أحزاب إيران المجرمة، ولنا في لبنان وفي سوريا وفي العراق أوضح مثال. الحقيقة يستغرب الواحد وين كان عقله وكيف كان يفكر. أحدثكم ماجد بن عبد الله بن محمد آل مسلم الأسمري، وأنا يعني كما يعرف البعض ناشط من بلاد الحرمين الشريفين، عرفت بمقاطع في الداخل. أنا خرجت من بلاد الحرمين بعد سجن دام أكثر من 2 عام، ثم هاجرت في نوفمبر 2018 إلى خارج البلاد لله الحمد، حيث أجد المأوى الذي أستطيع من خلاله أن أتحدث فيما يعني يهمني. فالحمد لله على كل حال أنا لم أفصح حتى هذا اليوم هو أين مكان وجودي، وسيكون خلال هذا التسجيل بإذن الله تعالى. وبذلك اضطررت إلى الخروج إلى اليمن تهريبا، وحصل أنه استضفت بعد أن مررت في الطريق إلى أن وصلت إلى صنعاء. قدمت نفسي إلى وزارة الخارجية في صنعاء وتم استقبالي استقبالا كريما طيبا من ناس كرماء أجاويد. تم التحقيق معي لعدة أيام والحمد لله على كل حال. فلبثت 3 سنوات أدلي بما أؤمن به. ما حصل هو أنه عندما يعني وصلت إلى صنعاء واستضافوني بعد التحقيق وكذا في مكان رائع جدا ووفروا لي الإمكانيات وكذا، وحصلت عدة لقاءات مع شخصيات مرموقة في هذه الحركة، ومنهم من كان يعني في مراتب عليا منها وكذا. ثم كانت القاصمة لهذا الرجل، وقف أمام ضريح الصماد القيادي الحوثي الأشهر الذي جيفه أبطال الحزم في ضربة موفقة. ورغم أنه حاول أن يمدح الصماد إلا أنه انتقد رفع القبر وذكر حديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة أو في رواية تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فقد يكون القائد صالح الصماد رجل قاوم عدوان خارجي أو كذا، ولكن هذا لا يعطينا رخصة لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومخالفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما بعثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا شيء غريب. تخيل أن رجل يدخل إلى داخل نادي تعري ثم يصور ويقول أعوذ بالله تعري، أو يدخل رجل إلى خمارة ثم يصور الخمر ثم يقول أعوذ بالله خمر. يعني وش كنت تتوقع أن تجد عند الحوثي؟ صالات تزلج مثلا؟ لن تجد عنده إلا هذا أو أعظم. بعد هذا المقطع غابت شمسه واختفى، وقام الحوثيون باعتقاله. الحوثيون قالوا له بصورة غير مباشرة: أنت حدك تشتم بلدك وأهلك وناسك وتحرض عليهم، أما تجرع على بلدنا وعلى مذهبنا وعلى رموزنا ندعسك بالجزمة. المهم، بعد كثرة السؤال عن هذا الرجل واختفائه وانتشار خبر اعتقاله، خرج من يسمي نفسه ناصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة قناة سبأ الموالية للحوثيين، بين أنهم فعلا اعتقلوه بسبب ما سماه استفزاز مشاعر اليمنيين والتعرض لرموزهم. لكن الشيء المهم في حديث هذا المسؤول أنه بين أن أكثر من معارض سعودي موجودين في صنعاء ويبثون منها. هو معارض سعودي دخل إلى اليمن قبل تقريبا 4 سنوات، وكان يتواجد في صنعاء بشكل سري بحسب طلبه هو، يعني هو طلب أن يكون تواجده بشكل سري ويمارس نشاطه، لكن لا يذكر بأنه موجود في صنعاء. وبناء على رغبته وافقت القيادة في صنعاء بأنه يكون وضعه سري ويمارس نشاطه، ولا أحد يعلم من أي دولة يمارس نشاطه، لكن هو كان يمارس نشاطه من صنعاء. وهذا الموضوع فقط لا ينطبق على ماجد وحده، وإنما هناك معارضين سعوديين كثر متواجدين في صنعاء، البعض إلى الآن ليس معلوم من أين يمارس نشاطه، وهو يمارس نشاطه من صنعاء، لأنه لم يكشف نشاط ماجد الأسمري أنه يمارس نشاطه من صنعاء إلا بعدما قرر هو أن يعلن نشاطه من صنعاء. وهناك يعني موجود في التواصل الاجتماعي مجموعات، يعني مجموعة مقاطع لبعض الناشطين السعوديين المعارضين السعوديين يعني كشفوا عن تواجدهم في صنعاء بناء على رغبة. والآن فهمنا سر المقاطع التي تخرج بين فينة وأخرى يدعي أصحابها أنهم داخل البلد. اعتقال هذا الرجل كان محل سخرية وطقطقة وتنكيت عند بعض المعارضين في الخارج، وربما لأنه محسوب على سعد الفقيه، فعلق المسعري قائلا: الأسمري المفروض يكون يعني أكثر ذكاء من هذا، وقد يكون هذه الأشياء مثلا يمكن يكون الدكتور سعد شجع عليها، ما أدري إذا كان كذا، ما أعتقد، المفروض يكون أعقل من هذا. تعرف ان المنطقه اللي انت فيها لست في لديك الهامش ولا امكان. عمر عبد العزيز لم يفوت حفله الطقطقه والتنكيت. يبدو لي انه في طعم، او في احد اقنعه بشيء ما، او في احد قال له تراك في كندا، يعني متحمس هو على باله انه عبد الملك هذا جاستن ترودو، بيقول له تراك فاشل في الحكم يا جاستن ترودو، وبخرج الظهر ضدك وطز فيك وطز في اللي جابك، وفي النهايه بيخليه يرقد في فراشه. توقع هو ان الامور كذا، تحمس في الخطاب، نزل مقطع اول فاخذوا الحماس، فالأخ ماجد تحمس، شاف الموضوع كذا ودب دب 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 دب، دخل فيه انتقد الحوثيين، ودخل انتقد هذا، وأخذ راحته في الكلام بزيادة، ثم بعد ذلك انتقل للحديث عن سنة وشيعة وما وإلى آخره، فقاموا باعتقاله. سعد الفقيه من جانبه لم يسكت عن حملة الطقطقة والتنكيت، ونقل الكرة إلى ملعبهم وقال: بما أنكم تنازلتم عن عقيدتكم ومبادئكم، ولعل يقصد المسعري وسلطان العبدلي الذين تقاربوا مع الشيعة بشكل كبير، وتناول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم، ومنهم معاوية رضي الله تعالى عنه، وقال لهم سعد الفقيه: إذا فيكم خير انفعوا الرجال. في البداية لم يخبرنا، يعني بدأ يتواصل معنا، كان يقول أنه في مكان آمن ولم يخبرنا أين هو، ثم بعد ذلك فترة أخبرنا أنه في اليمن. يعني وأنا كنت على صلة مستمرة به، مسموح له يتكلم، مسموح لديه الأدوات التي يريدها، كمبيوتر، جوال. لقد الحركة هو رجل يعني جزاه الله خير من أنصار الحركة، مؤمن بمنهج الحركة، ويعني كثيرا ساهم في دعم برنامجنا، وممن استوعب البرنامج بقوة ودافع عنه بكفاءة. فهو نعم، يعني تستطيع أن تقول أنه في دائرة الحركة ومحسوب على الحركة، بل ممن خدم مشروع الحركة كثيرا. نعم، يعني احنا شفنا للأسف بعض التشغيب من بعض المعارضين، لم يكن لهم دور إيجابي مثلا في دخول الموضوع هذا مثلا، والبحث عن حل، وحتى التواصل بشكل خاص والحديث ماذا حدث، ماذا فعلتم، ماذا صنعتم، ماذا ستصنعون. هل من رسالة مثل واحد ممكن يوجهها لبعض المعارضين في مثل هذه الظروف، أنهم يتركون شغل التشغيب الغير منطقي وغير منضبط، واللي في النهاية يبان كأنه شغل تصيد، أو حتى أحيانا قد يصل الأمر إلى أنه شغل قد يعني تستفيد منه دول ثانية؟ التصيد هو على شيء صحيح حصل، تصيد هو على شيء صحيح حصل، يعني زلة صغيرة أو خطأ صغير أو عدم تناقض
يرفض تصعيد. لكن المشكلة أنه مشكلة أنه بهتان، يعني بهتان يعني كذب، يعني كذب يؤلف وينسب لنا. على كل حال أنا أقول أن إذا كان هؤلاء لديهم علاقات مثل ما قلت، مثل ما قلت سواء مع الحوثيين أو مع الأمم المتحدة، فليبذلوا الجهد بدلا من أن يلوكوا الكلام في هذا الموضوع. ابذلوا جهدكم مع الحوثيين ما دام أنكم قدمتم كثير من التنازلات العقدية حتى تكسبوهم. طيب ورونا، يعني ورونا قدراتكم على إقناعهم بعمل شيء للأخ ماجد بدلا من أن يلاك الكلام بنا وبغيرنا. الذي نتمنى أنهم إذا عندهم حرص حقيقي أبذلوا جهد، أبذلوا جهد مع الحوثيين ما دام صار بينكم بينهم علاقة، وما دامكم يعني قدمت لهم يعني اقتربتم منهم عقديا بشكل كبير، أبذلوا جهد لديهم. إن من يسمون أنفسهم معارضين سواء كانوا في الخارج أو مختفين في الداخل، يحرضون على إسقاط حكم البلد ويتعاونون مع دول شرقية وغربية وأجهزة استخبارات دولية، بل وصل بهم الحال أن يتعاونوا مع الحوثي على بلدهم، وإذا تم إيقافهم صاحوا وناحوا يا قمعيين يا ظلمة يا دكتاتوريين. إن فكر هذه الجماعات والأحزاب إذا تبناها الشخص ملتحيا كان أو حليقا، متدينا كان أو غير متدين، إذا تبناه وتغلغل إلى عقله كره بلده وصغرت في عيونه محاسن بلده مهما كبرت، وكبرت في عيونه أخطاءها مهما صغرت، وأحب كل بلاد العالم إلا بلاده، ودافع عن كل بلاد العالم إلا بلاده، وأصبح مشروع خيانة لبلده قد تخدمه الظروف والاستعداد النفسي فيعلن ذلك، وقد لا تخدمه فيبقى كالجمرة تحت الرماد، ينشر كل خبر محبط ويتفاعل مع كل حملة مغرضة، ويتداول كل خبر مكذوب، وينشر كل إشاعة سيئة الهدف، ويتطاول على من يدافع عن بلده ويحقره، يصغر من شأنه ويرمي حوله الإشاعات والأكاذيب، ويحاول قتله معنويا ونفسيا. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع اللايك. شوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.